العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. إمتى الجوكر يا شباب؟ دلوقتي. يلا 20 نقطة. جغرافيا والسؤال هو: في أي دول آسيا الوسطى تقع بحيرة كايندي؟ بحيرة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الماتي، اتشكلت بعد زلزال وقع سنة 1911. باردة جدا، أعلى درجة بتصل لستة مئوية في الصيف، تخيلوا في الشتاء تبقى عاملة ازاي، كارثة. يوسف إجابتك؟ كازاخستان. كازاخستان إجابة مين دي؟ إجابتنا كلنا. كازاخستان يا يوسف، ومش عارف الجمهور بيسقف ومتفاعل معاك جدا، مبسوطين جدا، وانت عارف طبعا انها إجابة ايه؟ صحيح؟ لا، إجابة خاطئة. إجابة صحيحة. طبعا كازاخستان، برافو عليكم. أول 20 نقطة، مدرسة الدكتور طه حسين الحسينية للبنات. أول سؤال في جغرافيا: إمتى الجوكر؟ دلوقتي. برضو أستر يا رب، غلطانين. يعني هم بياخدوا الجوكر جغرافيا، تاخدوا الجوكر زيهم، لو سؤال فلت هياخدوا 20 نقطة. جغرافيا والسؤال هو: يقع كهف فيل بإحدى دول أمريكا الجنوبية، فما هي؟ كهف طبيعي وموقع أثري في باتاغونيا، يحتوي على قطع أثرية حجرية وبقايا حيوانات منقرضة. بصوا انتوا اختلفتوا، وهايدي عندها إجابة وكتبتها، أنا مش متأكد إجابة مين اللي صح، ولكن خلينا نشوف. شمس، الأرجنتين. هايدي موافقة؟ أنا سجبت. إجابة خاطئة. تشيلي. تشيلي 20 نقطة، إجابة صحيحة. هو ده اللي أنا كنت خايف منه، هو ده اللي أنا كنت خايف منه. 40 طه حسين، وعندكم سؤال في التاريخ.